حبايبي جريد 5، انا عارف ان درس اللونج ديفيجن وخصوصا الاريا موديل اللي قدامك ده انت بتتلخبط فيه. تعالى كده نقوله بطريقه شيك شويه، انا هعمل ديفايد على 2 ديجيتس، يبقى اروح للديفيدند اخد 2 ديجيت. كمان مره، لو بعمل ديفايد على 1 ديجيت اخد 1 ديجيت، بعمل ديفايد على 2 ديجيت ابتدي بكام؟ 2 ايه؟ ركز بقى. طب ده يا مستر انا بعمل ديفايد 13، هو انت حافظ تيبل 13؟ لا، نعمل طريقتنا، احط هنا كام واكتب قدامها ازود عليها تبقى كام؟ 26 واكتب 2. الله يا مستر انا عايز 16، مين الكلوز؟ ال 13 ولا ال 26؟ ال 13 يا مستر، ال 13 يا مستر، ال 26 اكبر. ما انت يا حبيبتي قلت بس من غير صوت، علي صوتك حبيبتي. اروح جاي بقى، بص بقى انا هاخد مين عشان هي الكلوز، علي صوتك ما تخافش، اكتب ال 13 تحت صاحبتها واكتب فوق 1. بص يا بابا معايا، انا كنت سايب كام ديجيت؟ اكتب مكانهم 2-0. ادي اول حاجه. وتعالى هنعمل ايه؟ ماينس 6 ماينس 3 ادي 3، واعمل دروب لل 2 وال 5، ودول اروح العب بيهم مساله جديده. اسمع، ارجع اخد تاني 2 ديجيتس، 32 ديفايد 13، انا لقيت حاجه كلوز اهي يا مستر، يبقى اكتب ال 26 تحتها، بس ال 2 فين؟ طب احنا كنا سايبين كام ديجيت؟ 1 اللي هو ال 5، احط مكانه 0. مش عارف انتوا بتقولوا فهمتوا ازاي؟ واعمل ماينس 2 ماينس 6، مش ابدا بال 5، اوعى بابا عشان خاطري. 2 ماينس 6 كانت بي يا مستر، اخد من 3 1 فتبقى هنا 2 ودي تبقى 12 يبقى 6. في مشكلة؟ أعمل دروب لل 5 وأخدها أترحل بيها، أروح أكمل في تيبل 13، كل مرة أزود 13، 6 و 3 9 وأدي 3. أكمل تاني، بس استنى أكتب هنا 3 الأول، اخد 39 وازود هتديني كام؟ تديني هنا 2 هنا 5 واكتب 4، لسه ازود تاني 13 تبقى 5 6. ستوب يا مستر انا وصلت، اروح كاتب ال 65 تحت صاحبتها واكتب ال 5 واعمل ماينس، خلصت. تعالى بقى نجمع، يبقى 100 و20 و5 تبقى الانسر او الكوشنت 125. ادي درس اللونج ديفيجن وانا بشتغل بحاجه اسمها اريا موديل. نقول تاني؟ طب استنى يا مستر، ينفع بالمره تديني الطريقه الثانيه علشان نخلص الدرس؟ بص بقى معايا حبايبي جريد 5، تعالى يلا نقول بعد ما قلنا الاريا موديل بالمره عشان انت بعد كده تعرف تتعامل. لما يقول لك انا عايز بقى الجوريزم او ستاندر الجوريزم وتبقى هو مديك علامه الفراكشن، تعالى حبايبي ناخد المساله دي 1376 ديفايد 43، 1376 ديفايد 43، صح كده ولا احنا غلطنا؟ 1376 ديفايد 43. بص بقى وتعالى، انا عايز احل، لا ده انا هحل لك بالطريقتين، بالاريا موديل وبالالجوريزم، بس خلينا نبدا بالالجوريزم. بص يا حبيبي، اروح جاي اعمل فراكشن عشان خاطري، حاول تقول معايا عشان ما نضيعش وقت، مين اكتبه هنا ومين اكتبه بره؟ اللي بره الله عليكي، الديفيدن اهو يا مستر، وكل ما تقول الاسم عمرك ما تنسى، يبقى الديفيدن جوه الديفايزر بره،
اسمع بقى، انا بعمل ديفايد كام ديجيت؟ اخد 2 ديجيت. اسمع بس، خد المفاجاه. طب تعالى ناخد 13. يا 13 تقبلي على 43؟ لا لا ليه؟ الله عليك، عشان هي لسه. خد بقى المفاجاه، اروح واخد 3 ديجيت. طب هل المستر مش الطالب حافظ تيبل 43؟ لا. لا وبقولها اهو، لا تروح جاي تعمل كده درافت وتحط مين 43. ايه ده؟ هو انا الطريقه دي اعملها في كل حاجه؟ ايوه. واحط قدام ال 43 كام؟ 1. واجي فوق ال 43 ازود كام؟ ايه ده؟ يعني اللعبه دي افضل اكررها؟ ايوه يا عم. يلا نعمل بلس واحط قدامها لسه، تعال نزود كمان مره، يبقى 6 و 3 9، 4 و 8 تبقى 12، احط قدامها، استنى بقى هاخد واحده كمان، تعال يا 1 2 9 ازود عليك 43. بص معايا، الوانس مع الوانس 3 و 9 12 كاري 1 بقت 5 و 2 واعمل دروب للوان. معرفش انتوا واكلين سد الحنك ولا ايه، احنا بنعمل بلس في يا ماما البيت. نرجع بقى نقول يا مستر ناخد ال 175 ولا ناخد، هناخد ال 172 ولا ناخد ال 129؟ اشمعنى؟ عشان كلوز هي القريبه من ال 137. اروح كاتب ال 129 اكتبها فين؟ تحت صاحبتها. ايوه كده يا ريتاج، يبقى اكتب ال 129 هنا. طب وبعدين ناسي حته، هنعملهم 3، هنكتب 3 فوق. ايوه وانا لازم افكرك، وبعدين ماينس. خد بالك لما اجي اعمل ماينس ماليش دعوه بال 6. يا رب واحنا بنتفرج على الفيديو وقف حبيبي وتعلم ازاي احل. يلا 7 ماينس 9 كلكم بتغلطوا فيها، اسمها كانت بي عشان ال 7 اصغر. اروح اشحت من اللي جنبيها، هاخد منها 1 تبقى 2 ودي تبقى 17. اقول افتر 9 تو ريتش 17 8. 2 ماينس 2 0، 1 ماينس 1 0. خلصت؟ اقول له اه. لا يا حبيبي انت لسه عندك 6، اعمل لها دروب. اروح بقى للراجل ده، امال انا تعبت فيه ليه؟ عشان هستخدمه تاني، يعني ده بتعب مره عشان هستخدمه تاني. انت عايز مين يا مستر؟ ال86. طب موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. بكام؟ اكتب ايه تحت ايه وايه مكان ايه؟ الله يا من انت كريم يا رب. باي باي. خلصت. تيجي بقى تقول له كده اسمع الكوشن، اوعى تنسى، عشان هو دايما هيجي يقول لك انا عايز الكوشن، تقول له 32 بالشفا ان شاء الله. ايوه باي باي. تعالوا ناخد مساله تمارا. تمارا كانت هتاخد 10 جنيه، هتاخد 5 ليه؟ هي حره. بص بقى انا هعمل ديفايد 11، يبقى اد الديفايزر واكتب جوه 2794. الله عليكي، انا بعمل ديفايد على 2 ديجيت اخد 2 ديجيت. طب انا ما عنديش تيبل 11 اهو، واللي انا بجهزه ده هستخدمه تاني وتالت ورابع. هكتب كام؟ 11 و1. الله، واجي فوق ال 11 احط، جميل، اعمل بلس 22 واحط قدامها لسه تاني 3. شكرا. واحط قدامها ستوب. ليه ستوب؟ انا كنت عايز كام؟ 27. انا وصلت ال 33 اكبر، انا باخد الايه؟ الكلوز. انت بتاخد مين؟ يبقى ناخد مين؟ اكتب ال 22 فين؟ اهي. طيب واكتب ايه بقى؟ اكتب التو فوقيها. ركز بقى، امشي يا 11 مش عايزك، خلاص احط التو هنا. قبل ما امشي
احنا كنا سايبين كام ديجيت؟ احط مكانهم. هي دي يا بابا اللعبه اللي انا بقول لك العبها. نقول تاني؟ نقول تاني؟ حاضر. انا كنت واخد 27 وكنت سايب 94، كنت سايب كام ديجيت؟ الديجيتس اللي اتسابها حطها فوق. لو سايب 1 ديجيت زيرو. لو سايب 3 ديجيتس حط 3 زيرو. 2 ديجيتس حط 2 زيروز. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا بقى. لا ما تبداش كده، تقول 7 ماينس 2، مالكش دعوه بال 5 وال 9 4. خلصت؟ اعمل دروب لل 9 4 وارجع بقى اخدها وابدا بيها مساله جديده. هناخد مين بقى؟ ناخد 2 ديجيتس ال 59. بص بقى اروح على التيبل بتاعي، انا عايز اوصل لفين. بص بقى نزود 11 تبقى 44 واحط 4، زود 11 واحط 5. انا وصلت للكلوز. يلا بقى نلعب. مين هي؟ واحط ال 5. قبل ما امشي انت كنت سايب كام ديجيت؟ الله، احط الزيرو فوق واعمل لازم لازم تتكلم، والا هتتوه وتسرح وتغلط. يلا نعمل ماينس. هل اقول له انزل بالفور؟ اوعى. اعمل ماينس الاول ودلوقتي اعمل دروب اروح بيها هنا وابدا مساله. بتفتكر انا هكمل ولا انا جايبها اصلا؟ اهي اهي. تبص في وشي اهي يا مستر. ال 44 اهي احطها تحت واحط مين فوق؟ 4 واعمل وصلت لزيروهات، يعني ما فيش ريميندر. نعمل ايه بقى للثلاثه دول؟ يبقى هقول له الكوشنت كام يا باشمهندس؟ بص 4 في الوانس، 5 في التنس، 2 في الهندرد. بالشفا ان شاء الله. نعم يا حاج. يعني